الجوفية، المياه الجوفية كتوفر عليها مدينة العرائش. هادو ثلاثة الحاجات اللي كنمتازوا بهم الحمد لله، وعلى مستوى إفريقيا ما كتوفرش فيها ثلاثة الحاجات اللي كيهدا، والله أعلم الدكاترة راه كيعرفوا شنو كاين. هذه من جهة، هذه كنفتخروا بها جميعا كعرائشيين. كاين واحد بالنسبة للبيئة هنا مدينة العرائش، كاين مثلا كنعرفوا حنا العرايش يعني فيها الأحياء المهمشة، هذه واش كاين المواطن الدرجة الأولى وكاين المواطن الدرجة الثانية؟ هذا سؤال. إذا مشينا دخلنا الأزقة ديال الأحياء الهامشية، هو أن كنجبروا جميع الأشياء اللي عندها علاقة بالتلوث كتواجد فيها، جميع المسائل اللي هي غير صالحة للعيش وغير قابلة، ولكن بإذن الله بإذن الله أن ربي كيعطيهم ديك الطاقة، ديك الأطفال وديك هذا وديك المناعة اللي كتخليهم كيحاربوا هاد الأمراض. واحد آخر يهود من المدينة لتما راعي مرض. السؤال الثالث هو أن كنشوفوا حنا في الملالح الجهة ديال الواد أن كانوا كيجيو لنا شي طويرات زوينين وشي طويرات غريبين، وكيجيو من قارة لقارة وكيجيو هنا لمدينة العرائش. حيتاش كنشوفوا ديك أنواع ديال الطيور، على ما أظن أن الأماكن اللي كيتواجدوا فيها ديك الطيور تعمرت بالعمارات، طلعت كاملة بالعمارات وباقى غدا، ودابا بداو بالشركات. إذن هذيك الأماكن اللي كتستقطب لنا ديك الطيور اللي هي كتجي مهاجرة قضاو عليها وقضاو على البيئة. وشكرا جزيلا.